ديما بنات المشاكل اللي كانوا كيوصلونا حتى للطلاق. مشاكل حتى مع جوزتي مني كنبقى جالسه بوحدي في البيت. وده قالت لي مراتك ما كترضاش بينا، ما باغاش تجلس معانا، ما كتجيش تجلس معايا. في ديك الفتره اللي كنت انا ومراد مطلقين كل واحد في بلاصه، ما كنت كنحس بوالو. ما تفكري لا فيا لا في حتى شي واحد، ما تعقلي عليه، عقلي على راسك. لقيت عجوزتي كاعيه ديال بصح، انا هابطه من السطح لقيتهم تيهضروا، قالت له راه هادشي هذا راه ما بقاش مسلك زعما. الوالده ديالي ضغطات عليا، علاش هي كان عندها مس وكانت ملي كطيح ولا شي حاجه انا كيسحب ليا مخنوقه خاصها الاكسجين. كنت كنعيط لامبيلونس وكنت عارف راسي غنلقى هاد المشاكل هادو ما نجواش، واش داني شي جواج، واش داني شي مشاكل، واش داني شي فقري على الراس. السلام عليكم ورحمه الله اخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كلشي بخير. كنتمنى لكم هذا الفيديو كامل على خير وبخير. كيف ما شفتوا معنا في الفيديو اللي جبت فيه الراقي، جبت فيه الراقي حتى للدار، وهذا كان تحت طلبكم انتم اللي كنتو كتقول خصكم ديروا الرقيه، خصكم ديروا الرقيه، خصكم ديروا الرقيه. فعلا كان خصنا نديروا الرقيه من شحال هذه، لان هذا الشيء هذا كيوقع لنا من اول زواجنا حتى لثاني زواجنا، يعني فما كنتلاقاو الا هو تيوقع لنا مشكل، ودائما كنبقاو نعانيو انا وفاطمه زهره من هذا المشكل هذا. بالنسبه للفيديو اللي كنتو شفتو فيه غير راقي وشفتو غير رقيه، يعني ما قلناش لكم شنو وقع وما شفتوش اشنو وقع في الاخير، لان وقعوا شي حوايج اللي هما غراف بزاف في الاخير يعني. والفيديو كان طويل بزاف، كان فيه اكثر من ساعه، فهذاك الشيء علاش قطعنا لكم بعض اللقطات وحطيناها لكم في الفيديو باش تعرفوا غير الاحداث فين وصلنا وتعرفوا اشنو وقع. ولكن في هذا الفيديو هذا ان شاء الله درناه باش نوضحوا لكم جميع المسائل وباش تعرفوا اشنو وقع بالضبط. كيف ما كتعرفوا احنا في زواجنا الاول ديالي انا وفاطمه زهره، كان فريمون كان واقع بيناتنا مشاكل اللي هي كبيره بزاف، وكنت كنقول انا مع نفسي كنقول زعما هاد المشاكل هذه كامله راه بزاف، شي حاجه اللي بزاف، دونك خصنا نشوفوا شي حل. فجربت بزاف ديال الروقات في قنيطره، ما خلينا فين مشينا باش نشوفوا الروقات. كنمشي انا كنت فاطمه زهره، ولكن ما كيبان عندنا والو. واحد النهار واحد صديق ديالي كنصحني بواحد راقي، قال لي راه مزيان بزاف ونصحني به، وداك الراقي كان عندنا في الجرف، يعني كان عندنا من مدينتنا. ملي كنا حنا مشينا للجرف اتصلت به وجا، وكان داك الراقي كان الله يعمر السلعه، وكان واعر واعر بزاف، خطير داك الراقي، يعني داك المستوى اللي وصل ليه وداك يعني التحسن اللي لقينا عليه كان زوين بزاف. غير هو المشكل اللي كان هو كان كيعطينا بعد الاعشاب وداكشي باش كناكلوهم ونواظبوا على الصلاه ديالنا في الوقت ديالها، وادعيه اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم وداكشي، ولكن داكشي ما كنقدوش عليه، فهمتي؟ يعني كنقدروا نواظبوا عليه واحد السيمانه ولا جوج سيمانات كاع، في التالي كنبقاو نتهاونوا شويه، راكم عارفين الشيطان، كنبقاو نتهاونوا شويه بشويه شويه بشويه، ولكن عاوتاني كيولي يقدر يدخل بيناتنا الشيطان الى اخره. فملي جبت هذاك الراقي اللي عند فاطمه الزهراء لقينا عندها مس، وكان هضر الجن هضر على لسان فاطمه الزهراء، وهو اللي قال لنا كاع التفاصيل اشنو واقع وكيفاش دخل وشنو هو الاسباب باش دخل. هو كان جن عاشق، يعني فاطمه الزهراء هي كانت كدير شي حوايج اللي كانوا كيعرضوها للخطر، وبعض المرات كانوا كيقوا علينا المشاكل وكنا كنوصلوا حتى للطلاق. ما هي مره ما هي جوج وصلنا للمرحله ديال الطلاق، وفكرنا في الطلاق بزاف ديال المرات. فاطمه الزهراء هي كانت بعض المرات كتخنق ولا كان كي كطيح، وكان انا كيحسب ليا راه داكشي غادي الله خاصها الاكسجين ولا خاصها شي حاجه، كنت كنمشي نجيب ليها لومبيلونس وكنديها للسبيطار. ما كنجي فين نديها للسبيطار حتى كتكون هي فاقت وما بقى فيها والو، يعني انا ما كنت كنفهم والو في هذاك الشيء، يعني ما كنت كنفهم فيها حتى شي حاجه. ولكن البنات ضروري كان كيخصني انني نمشي للسبيطار، لحقاش بحال كنتخنق، حتى كيديروا ليا داك الاكسجين وداك الشيء عاد كنولي مزيان. يعني واخا الصراحه في ديك الوقيته ما كنتش عارفه واش اعصاب واش مرض نفسي واش بصح داك الشيء اللي زعما داك المس وداك الشيء هو اللي كان داير ليا بحال هكاك، ما عرفناش بالضبط، حيت كاينو بزاف ديال الامور مخلطين. وكنت فاش كيديني للسبيطار وداك الشيء كيديروا ليا داك الاكسجين، ومهم راكم عارفين كنت شويه كنولي شويه، ولكن ملي كنرجع للدار
كيجيوني واحد الحالات اللي في شكل بزاف، وانا الاخطاء اللي كنت كنديرها للناس هي كنت كندخل للطواليت وكنبقى نبكي، كندخل للطواليت نبقى نبكي، كنمشي لشي بلايص اللي هما خاويين، كان عندهم هما واحد البيت في السطح الفوق، اما كنت كندخل داك البيت وكنبقى نبكي بوحدي حقاش داك البيت ديما خاوي، ولا كنمشي للفوق للسطح الفوق وكنبقى نبكي غير بوحدي في الليل ولا في اي وقت، كنمشي نبقى جالسه تما بوحدي ونبكي. فمن ديك الساعه يعني هذا الشيء هذا وقع لي في الاول ديال زواجنا الاول كاع، تما فين وقع لي هذا المشكل هذا، يعني فاش كنا فاش قواو عليا بزاف ديال المشاكل، ما كنتش كنقدر نعاود الوالديه ولا نعاود لحتى شي واحد، كنت كنخلي المشاكل بيني وبين راسي صافي، ما كنت كنعاود لحد، فهداك الشيء كان كيخليني انني نتضغط بزاف ونمشي نبكي في شي بلايص اللي غير بوحدي، فهمتوا؟ فهاد الشيء هذا هو المشكل الاول اللي درت. من بعد منها بحال ماشي بحال جاني المس وبقى كيبان ليا مرض فواحد الصفه اللي ماشي هي هذيك، مبقيتش حامله، مبقيتش كنحمل نشوف فيه، فاش كتجيني فاش كنتعصب ولا كان يوقعش بيناتنا شي مشكل كيبقى يبان لي مرض فواحد الصفه اللي خايبه بزاف، انا تنخلعو يعني والله الا كتخلعني عرفتي، راه كتبقى ديري ديها على عينك تقول لي ما باغيش نشوف، تقولي اسكت صوتي صوتي ما كتبقاش باغا تسمعو. يعني ما كيبقى يبان ليا في شي صوره اللي خايبه بزاف، شي صوره ما نقولش لكم اللي كتخلع، وصوته ما كنبقاش حامله نسمعو بزاف ديال الحاجات، هو ما كيبقى فاهم والو، ما كيبقى عارف واش يديني للطبيب ولا يطلق لي القران، القران كيطلق لي ما تنبغيش نسمع، ما تنبغيش كاع نسمع القران، كيبقى يشد لي يديا ويخليني باش نسمع القران بزاف، كتولي فيا كيقول لي كتولي فيك واحد القوه. عرفتي لا عرفتي ملي كنطلق ليها القران في التليفون، عرفتي لو وصلت للتليفون عرفتي كتفرفر بيه، التليفون طارق فيه القران والله الا كتفرفر بيه، واحد النهار داير ليها ليزيه تقطعاتهم، لو وصلت للتليفون كتبقى تشير بيه عرفتي، كتولي فيها واحد القوه مجهده. واش كيقول نقول لي لكم كتولي يعني، فيك واحد القوه بزاف، تولي صحيحه ديال بصح. فهاد الشيء هذا كان دار ليا مشاكل حتى مع الدار ديال المراد، زعما مع جوزتي كان دار لي مشكل معاهم تماك، حقاش كنت كنجلس بوحدي، فهمتوا البنات ملي كان وقع لي داك المشكل بحال دخلت في اكتئاب، المهم تخلطوا عليا ديال بصح. انا دابا نعاود لكم هذاك الشيء من الاول، يعني من البدايه شنو وقع لي حتى دابا، يعني داك الشيء اللي كندوزت يعني باقي مأثر فيا لحد الساعه، فهمتوا؟ فيما كنتلاقى انا ومراد، يعني في ديك الفتره اللي كنت في ديك الفتره اللي كنت انا ومراد مطلقين كل واحد في بلاصه، ما كنت كنحس بوالو، ولكن في العواشر كان كيحيى عليا داك الشيء، كنت ما كنكونش بخير في العواشر هكايا، في عاشوره الاعياد ما كنكونش مزيان، ولكن في الايام العاديه كنكون زعما عاديه. مي فاش تلاقينا مع بعضياتنا وفاش ولينا رجعنا مع بعضياتنا عاوتاني يحيى داك الشيء من الاول، فهمتوا؟ يعني ما عرفتش واش جين العاشق هو اللي كيدير بحال هذا الشيء هذا، ما عرفتش بالضبط. المهم نكمل لكم البنات، قلت لكم هذا الشيء هذا كان دار لي مشاكل حتى مع جوزتي، ملي كنبقى جالسه بوحدي في البيت وهذا كتبقى هي تنويها في شكل ما فهمتوني، ما فهماتنيش، يعني كتقول هادي راه جالسه كتجلس بوحديتها في البيت دونك راه ما باغياش تجلس معانا، ما كتقولها حتى المراد ياك. قالت لي ما مسكرانه، قالت لي مراتك ما كترضاش بينا، ما باغاش تجلس معانا، ما كتجيش تجلس معايا، وفعلا في تمزار ما كانش كتجلس في الدار مع الوالده ولا مع خوتي، ما كتجلسش معاهم يعني، كتحط الماكله كتاكل وكتهود تجلس في بيتها. وتا انا داكشي زعما حتى انا كان مأثر فيا وما كانش كيعجبني، وكنت ديما كندابز انا وياها يعني، ولكن تنقول علاش ما تجلسيش معاهم، ملي يكونوا هما جالسين علاش ما تجلسيش معاهم، علاش كتهودي البيت وتسدي عليك وتبقاي بوحدك يعني، وديما فما كنت كنهود عندك كنلقى اما كتبكي اما معصبه اما طالع لها الدم اما يعني، كانت في واحد الحاله خايبه اللي بزاف، خايبه يعني حتى هو مني ما كانش كيفهمني في داك الوقيصه، داك الشيء صح، ما زاد كنتش اثر عليا، كنفهمها انا فهمتوا؟ يعني ما كانش كيفهمني، كنقول انا راه ما كنحسش براسي مزيان، راه زعما داك الشيء راه ماشي لخاطري، ماشي لخاطري كندير بحال هكاك، يعني راه ماشي لخاطري زعما ما تنجلسش ولا شي حاجه، هو فوقاش نجلس معاهم، فوقاش نبغي نهبط ونجلس. هي في ديك الوقيته ديال العشيه في ديك الوقيته العشيه كنبغي صافي تنهبط تنبقى جالسه بوحديتي،
ما كنهضر مع حتى حد ما حتى شي حاجه. وهادشي البنات ماشي في الاول ديال زواجنا، في داك الاشهر الاولى زعما كنت عاديه، كنجلس معاهم عادي، كنقيل معاهم الفوق، ما كنهبطش كاع في مره. ولكن من بعد ما اثروا عليا دوك المشاكل، وكنت كما قلت لكم تنمشي ونبقى نبكي بوحدي، وانا اللي خرجت على راسي، انا خرجت على راسي بيدي صراحه والله. وكان كيقولها ليا هو بلاصتي ما يوقف معايا، كنت كيقول لي تخرجي على راسك. بصح انا خرجت على ماشي راسي. انت ما كتعاونيش راسك، اه ما كتعاونيش راسك، كنت ديما غدا عكس التيار، ديما غدا عكس التيار. تنقولها شوفي، تنقولها الا ضاق بك الحال كاع مره ما تفكري في حتى شي واحد، فكري في راسك، ما تعقلي على حتى شي واحد، عقلي على راسك. ديما كنت كنقولها، كنقولها شوفي، كون ديناتنا مشاكل، كون مدابزين، كون كيف ما كنا، ما تفكري لا فيا لا في حتى شي واحد، ما تعقلي عليه، عقلي على راسك وفكري في راسك وفكري في صحتك، لان صحتك هي اللي غدوم لك. هي جبال كنت كنقولها لها، واخا كنكونوا مدابز، انت نقول لها شوفي فكر غير في صحتك. هي هذيك البنات. يعني في الاول قاعد ديال هذا هو ما كانش فاهمني وصافي. قلت لكم كنت كنجلس معاهم، كنت في الاول كاع كنت كنجلس عادي، تنجلسوا ونهضروا عادي، واخا زعما كانوا مشاكل وداكشي، ولكن ديري عليهم عينك ما وتتكملي كاينش شي زواج بلا مشاكل، عادي زعما. الوالدين براسهم راه يعني ما كملوا الحياة، راه كملوها بالدق والتقاتيل والتنظير، عادي. عاد كملوا الحياة. صافي. يا قلت لكم من بعد منين وقع لي هذا الشيء هذا، ومنين ولا فيا بحال هذا الشيء هذا، وليت كنجلس معاهم هي شويه، نكملوا الشقه ديال الدار وداك الشيء. يعني كان ندير معاهم الشقه ديال الدار كل شيء، زعما هذا الشيء هذا ماشي، ما زعما تنهرب منه ولا نمشي نخلي لهم كل شيء ونمشي انا نجلس، لا، تندير معاهم اي حاجه فيما داروا يديهم، تندير يدي معاهم. ومن بعد ما هما كيبقاو جالسين، ما تنبغيش انا نبقى جالسه هكاك، سبحان الله، تجيني واحد سميتو خاصني نجلس بوحدي، خاصني نمشي ونجلس بوحدي. ولا بعض المرات فاش كيتشد عليا الحال، بامكاني انني نبكي في البيت، ولا الا زعما دق عليا صدري، ولا انا كنمشي للطواليط ونجلس نبكي. والله البنات اخيب حاجه، اخيب حاجه، اخيب حاجه، عمركم ما ديروها. والله البنات الا كيبقى داك الشيء لاصق فيكم زعما تيبقى مأثر لكم على حياتكم. قلت لكم من بعد صافي، راه هذا الشيء هذا هو اللي اثر، زاد اثر على ديك العلاقه بيني وبين، اثر على العلاقه بيني وبين عكوزتي، يعني زاد كبرها. يعني ولات تقول لمراد راه ما بغيتش تجلس معانا، ما كت وياك ما راضياش بينا، ياك ما باغيه تسكن بوحديتها، يعني باغيه تفرق علينا تسكن بوحديتها، لا كانت باغيه بحال هكا يا مرحبا. ولكن انا داك الشيء ما كانش في مره في بالي، يعني ما كنت زعما باغيه نسكن بوحدي، ما عمري ما جبت هذا الموضوع اصلا مع مراد. يعني ملي سكننا مع دارهم وداكشي، ما عمرني ما جبدت معاه الموضوع، واخا كانوا المشاكل، واخا كانوا، ما عمري ما جبدت حتى شي حاجه، زعما عادي. انا كنقول يا ربي غير نتفك من هذا الشيء هذا، ونولي بخير بحالي بحال الناس، ونولي نجلس بحالي بحال الناس. هذا الشيء اللي كان في بالي والله. وواحد المره انا باقا عاقله البنات، كنت ديك العشيه خاصني نصبن، وكان شوف واحد الحاجه واحده اخرى اللي كنت كندير، حتى كتأذن المغرب، عاد سيري فاطمه الزهراء صبني. والله عاد سيره فاطمه الزهراء صبني. صار واحد النهار قالت لي عكوزتي، قالت لي ما تبقايش تصبني من مور المغرب، قالت لي ما تبقايش تصبني من مور المغرب. وانا كانت شي ديك القويده، سيري تات الظل المغرب، وسيري عاد صبني وشعلي الماكينه. وحق الله شي واحد، لا شنو نقول لكم، شي حاجه اللي كانت مأثرة عليا بزاف، زعما فوق القياس. زعما تنشوف راسي ديك فاطمه الزهراء، راه ماشي انا هذيك، راه زعما في شكل. والله بصح انا كنت بعض المرات كنشوف كنستغرب فيها في شي راسي، حوايج، بعض المرات كنشوف فيها شي حوايج، يعني ديال انسان عادي ما يديرش دوك الحوايج، كدير شي حوايج ديال، كدير شي حوايج بحال ديال الجنون، كدير شي حوايج ديال شي دريه صغيره، انها بحال تمشي تبكي في الطواليت، تصبن غير بالليل، بزاف ديال الحوايج، كدير شي حوايج ديال شي دريه صغيره، ولا ديال شي واحد اللي ماشي عادي، ماشي طبيعي اصلا، ماشي طبيعي كاع بتاتا. قلت لكم صافي، طلعت صبنت، هبطت، لقيت عكوزتي داك البر، داك النهار، هادشي كيضحكني البنات، وهو تيصور كيضحك. لقيت عكوزتي كاعيه ديال بصح، عرفتي كعاد ديال بصح،
وقالت حتى للمراد لقيتهم جالسين تيهضروا، انا هابطه من السطح لقيتهم تيهضروا، قالت راه هادشي هذا راه ما بقاش مسلك زعما، راه ما يمكن لهاش تبقى جالسه غير بوحديتها بحال هكاك، راه خصها تجلس معانا، خصها تدخل من هاد الشيء، خصها. وديك الساعه انا هضرت معاها قلت لها شوفي، قلت لها انا راه هكا تنحس زعما هكا، يعني انا ماشي تنديرها بالعاني ولا تنمشي نجلس بوحدي هكاك بالعاني، والله ما لخاطري صافي. وديك الساعه فاش بقينا بحال هكاك عليها، باش هي اللي قالت لك جيب لها داك الراقي. داك الراقي اللي كان جا عندنا مسكين، حتى هو الله يعمرها دار زوين بزاف، عرفتي الرقيه ديالو زوينه بزاف. صافي عليها باش جاب ليا الراقي مورا تصل الدار ورقاني، وكان هدر داك الجن على زعما على فمي، ملي كيكون فيك السحر كيولي حتى هو على شكل قيس زعما بحال المس، ومني كيكون فيك عاوتاني الجن العاشق هذاك خلاص راه مس. انا ما كانش فيا ديك الساعه الله اعلم الا كان هو، حيت منين هضر داك الجن على فمي قال لي مراد راه قال سحر ياك. اما من بعد زعما انا كنت كنحس زعما بحال زعما غير مس ولا هذاك الجن العاشق ولا فهمتو، يعني كانوا كيجيوني ديك الاعراض ديالو، يعني هو اللي كيخليك ما تبقى تشوفي الزوج ديالك فواحد الصيفه اللي خايبه. ومهم داكشي مخلط مرون. المهم هذه القصه ديالي البنات، باش بداني داكشي كنت كنفيق مراد في الليل نخرجو زعما نخرجو، شوفو هو راه مخرجني ولكن انا ما حاملاش نشوف فيه، هو مخرجني ولكن انا ما حاملاش انا تنشوف. حدا دابا كنكونو غادي في الطوموبيل انا اش كنشوف في الشرجم هو صايك تيهضر معايا، ما بغيتش نسمع صوته، كنبقى نسد ودنيا باش ما يهضرش معايا، ما غاديش نجاوبه ولكن غنسد ودنيا باش ما يهضرش معايا، ما نسمعش صوته. والله عرفت حتى هو دوز معايا صراحه، دوز معايا العذاب. وهداك الشيء حتى هو ما كان مع كان مرات حتى هو في شكل كان شويه تطلع له في راسو، بعض المرات تنحس براسي كنحس بيه راه هاد الشيء هذا طلع له في راسو شويه ياك في الاول البنات، ماشي دابا لا دابا راه يموت معايا عنده هانية. اما في الاول اللي كان ياك مراد كنتي كتحس شويه ب كنت بصح كنت كنتعصب تنقول زعما علاش انا يوقع لي بحال هكا، واش انا تزوج باش نرتاح ولا تزوج باش نبدا في المشاكل. والله واحد المره واحد النهار تضغط ديال بصح، عرفتي تضغط ديال بصح. اولا فاطمه زهرة ما في واحد الحالة اللي يرثى لها، يعني فهي ما مفهمش انا وياها. ثانيا الوالدة ديالي ضغطات عليا، علاش ما تجلسش معانا، علاش كتهود، واش ما كترضاش بينا، واش هذا واش هذا واش هذا، عرفتو ما تضغط ديال بصح. خرجت بحالاتي، كانت العشية خرجت صافي، خرجت قلت نبدل الساعة بخرى نخرج نشم الهواء وداكشي. انا خارج عيط لي الوالد، الوالد ديالي عيط ليا قال لي فين، قلت له راه خارج كنتمشى شويه، قال لي مالك، قال لي كنعس، قال لي كنحس بصوتك ماشي هو هذاك. صافي بديت كنبكي، والله الا بديت كنبكي. قال لي ماك شنو وقع لك، قلت له دي، قلت له راه مشاكل وصافي، قلت له راه الوالده ديالي قلت له راه غوتات عليا، وقلت له مراتي مريضه وانا نتزوج باش نتهنى، ما نتزوج باش نبدا في المشاكل، وانا كون كان واعد كنت عارف راسي غنلقى هاد المشاكل هادو، ما نتزوجش، واش داني لشي جواج، واش داني شي مشاكل، واش داني شي فطري على الراس. وصلت لواحد الحال اللي مبقيتش حامل راسي، اللي مبقيتش حامل راسي، وبقيت كنقول علاش تزوج، اش داني لشي جواج، اش داني لشي جواج، انا ما عندي لا دار، مازال ما عندي والو، مجوج على الاقل نكون في داري، الا كنت في داري بعد حتى شي واحد ما غي برزتني في راسي، حتى واحد ما غيقول لي مراتك كي دايره، مراتك خايفه، مراتك مزيانه، فهمتوا. ف فوت امر الله، والله فوت امر الله سبحانه وتعالى. ولكن واخا هكاك زعما ما عمري سمحت فاطمه الزهراء، ولا كانت كتوقع لي شي حاجه كنسمح فيها، ما عمري سمحت فيها صراحه، ما عمري سمحت فيها. واخا كنكونوا مدابزين، واخا كنكونوا مدابزين ولا ما عرفت شنو، هاد ديما تتنوض الروينه وحق الله البنات، الا بعض المرات الا كتنوض شي زعما كي كي كيكونوا شي مدابزات اللي خايبين بزاف، والله غير سمع مدابزات خايبين بزاف يقولوا لك انت كضرب، راه ما كانش كيضربني، عمري ضربتي يعني كان غير الهضره وصافي، يعني الغوات بالهضره وما كنتفاهموش وصافي، ما كنتفاهموش يعني، عمري في حياتي حطيت شي كيشرق شي كيغرب. قلت لكم
معرفتش كنت اه وكنت كنتجبد في الارض يعني صافي ما كنبقاش قادره. راكم شفتوا كيما قلت لكم زعما تجمعوا ليا بزاف ديال الحاجات، مرض النفس، مرض ما كانش داخله له في راسه شي حاجه ديال مرض نفسي، ما دخلوش في راسه. تقول امراض لي شنو نفسيه هي، لا ده شنو هي مرض هاد مرض نفسي؟ دخلت لي في راسي. علاش؟ حيت انا كبرت في واحد المحيط ما كاينش ده المرض النفسي، ما عمري سمعته. كنسمع الاكتئاب في الافلام وديكش، ولكن زعما باش نشوف شي واحد في عائلتي مريض مرض نفسي ومرض الاكتئاب ولا فيه الجن ولا فيه القيس، ما عمري شفت هذا الشيء هذا كاع. حتى المرض راه ما عمري زعما عرفت الادويه ولا عرفت الامراض شنو هي ولا شي حاجه. عارف الأدوية وعارف كل شيء، راك ناسي في السبيطار فاش كنتي صغير. هذيك فاش كنت صغير ما بقيتش عاقل على داك الشيء. واحد المره كنت بغيت نتفلى لواطي مزار، قلت لها انا مريض. قلت لها اش كيدير؟ قلت لها مشيت للسبيطار باش نبقى فيها مع فقال لك مدابزين. قلت لها راه مشيت للسبيطار وخرج لي شي دوايات زعما باش نبقى فيها. قلت لها شنو ندو خرج لك؟ مشيت للفيسبوك جبت واحد التصاور شنو كان مكتوب فيها. واحد الدواء كيضحكوا على الناس، يعني داك الدواء ما كاينش اصلا، هو صحاب الدواء انا وصيفطوا صحابي اللي عليه. صيفطت فاطمه زهره وهي عرفاته، هي كيفاش تضحك كتضحك عليا. عليا؟ المهم كومي المهم ديك الساعه كنا نتصالح، ملي قالت لي اش كضحك عليك قلت لها لا راه في الصحراء الدواء هو اللي خرجوا لي الطبيعه بقيت كنضحكوا. المهم وصحنا. تصالحنا. قلت لكم البنات مراد ما كانش صراحه كيامن بشي حاجه سميتها المرض النفسي ولا نفسي شي حاجه ديال النفس. تنقول لها كتخربق عليا كتخربقي، كيقول لي انت كتخربقي اصلا، داكشي فيك غير في راسك. وانا عرفتو كنزيد نتضغط فاش كيقول لي بحال كتقول هكا، لي كنقول لك كولي، كتقول لي الشهية ما عندي ما نقدرش ناكل، تنقول لها ما فيها باس الا مضغتي وصردتي ترى واحد دغري المره مرض، الدغمة وما دغري صرت ترى ما فيها باس. واحد المره مرض البنات وقال لي، كنقول له كلها مرض راه خصك تاكل، كنقول له ما فيها باس تمضغ وتصرد. غيضحك قال لي دابا تحسيت بيك صراحه، عاد حس بداك الشيء اللي كنت كندوز. والله هادي حتى مؤخرا عاد قلتها له، كان مرض وكنت قلتها له. قال لي عقلتي فاش كنت كنقولها لك. والله الا البنات، المهم ما كانش صراحه كيامن بهذا الشيء هذا، ما كانش هو اصلا كيامن بهذا المرض النفسي ولا حتى شي حاجه. المهم حتى كيشوفني مجبده في الارض عاد كيمشي. كنت كنوصل حتى للسبيطار، يعني ديما غاد نبيع السبيطار معاه في الجرف. ما كانش السبيطار، كان السبيطار ديال هكا ديال الحومه. سبيطار ديال الحومة صافي. ما كان كيتجيب ليا لومبيلونس كديني حتى لسيدي قاسم. بعض المرات كانت تخنق في الطريق، ما كنبقاش قادره. بعض المرات ما كيكونش عندهم الاكسجين في لومبيلونس ولا شي حاجه، ما كنبقاش قادره نتنفس. عرفتي كنوصل للسبيطار بمشقه الانفس. والله صافي البنات، مهم دابا نعاودوا لكم شنو وقع دابا باش نعاودو لهم شنو وقع مع الرقي اللي جبنا دابا مؤخرا. مع الرقي اللي جبنا مؤخرا دابا غادي تشوفوني حتى في وجهي راه مبدله ياك، ولات عندها ولا عندي الإشراقة، اشراقه في وجهي. ولات عندها الضحيكة، والله الا البنات ولات مبقاش عندي دايرة راه كنديرهم مع عينيها خارجين وهادو داخلين. كيقولوا لي بنات بقاو فيك على عينين، والله الا كيقولوا لي في الكومونتير. كتقولوا لي البنات والله حتى تقولوا لي في الكومونتير بقاو فيك على عينين، كتزيدوا تكملوا لي والله داكشي اللي بقى تزيدوا تكملوا لي، عطوني لينيرجي باش نقدر نكمل. قلت لكم غادي تشوفوا حتى في وجهي ولات فيا اشراقه، وليت مزيان يعني. كاين واحد التحسن حتى راه في النظره، فاش كنوصل لديك الحالات بحال هكاك راه النظره تتبدل ليا في وجهي، ما تبقاش عندي واحد النظره، كتولي تشوفيني في واحد الشكل واحد اخر. كتشوفيها بحال شي وحده خارجه من القبر، عينيها صفراء داخلين عندها لي سيرن، عينيها مبلقين وجهها داخل، ماشي عطيت يعني بلاصتك مبلقين، الضعف. حيتاش عينيا كيبقاو يبانو عا هما في وجهي في بلاصتك الضعف، كضعف في البلاصه. في البلاصه كيقول لي مراد كنشوفك هكا، كيقول لي هاد المره ما كنبقى هكا تهضر في راسي، وكنبقى كنسى بعض المرات الاخوات يكونوا مشاكل وداكشي، تنسى كلشي تنبقى مهتله في راسي. حتى كتجي شي دقه كتهبط ليا كلشي، تقول لي مراد داكشي اللي جمعتيه في العام كامل، كتجي دقه واحده تهبطها كله. والله الا كتهبط في البلاصه كتهبط سبحان الله العظيم. البلاصه صندعه سبحان الله، والله ما واخا فهمت. تقاتل عام عامين وهي كتقاتل باش صحتها وباش تشد فورمتها مزيان وترتاح وكذا، كتجي دقه واحده يوقع شي مشكل ولا تمرض ولا شي حاجه كتهود. بحال بنيتي شي دار وريبتيها، بحال ريبتيها في دقه واحده. بحال ريبتيها في البلاصه، في البلاصه والله كتهود. في البلاصه تنهبط، في البلاصه تنضعف ديال بصح تنولي. المهم
دابا ندخلوا للموضوع ديال بصح اللي خاصنا نقوله لكم. فجا عندنا الراقي، رقانة، درنا رقية، شنو تيقولوا لها مرض؟ تشخيص، درنا التشخيص كيقول وقعدنا لك العين، قعدنا العين عليها فاش قعدنا دار العين، لنا الرقية ديال العين. قعدنا العين. ومنين بدا كيقرا البنات صراحة القدار كاملة فيها العين، نهار كلها بصح، اختي حتى هي فيها ها العين، جار ماماها بعدا ما قدراتش تكمل ما الرقية قدرتش كاع، تكمل ماما الرقية. مسكينة ماما صافي دارت في الارض، سخفات، ما صافي سخفات. سخفات ما قدرتش تكمل الرقية. والراقي انسيست زعما باش تكمل الرقية، حيت قال لي الراقي، قال لي راه فيها العين القديمة، قال لي خصها تكمل. دابا هي باش بغينا نكملوا لها الرقية، هي قالت لفاطمة زهرة، قالت لها صافي راه ما قدرتش نكمل، قول له يحبس. فاطمة زهرة كتخاف على امها مرة، عرفتو، كتخاف عليها. اين فوق قالت ليها قول له يحبس، بقات كتقول له صافي اخويا غير يحبس، عافاك احبس. الراقي طال فيك صافي يحبس. ملي خرجنا برا، ملي كنت غادي نوصل للراقي المحطة، قال لي الزوجة ديالك ما كانش خصها تجلس حدا ماما، قال لي كتخاف عليها بزاف. وقال لي في بعض الاحيان، قال لي العاطفة راه ما خصهاش تكون، قال لي كان خصها تكمل الرقية ديالها باش تولي لاباس، قال لي لا ما كملتش الرقية ما توليش لاباس. ولكن البنات راه تخلات عليها وراه طاحت في الارض، ومن بعد سخفات صافي. سولت نسيبي، قال لي راه ديما هكا، قال لي فما نجيب ليها شي رقم ما كتكملش الرقية. فما كيجيب لها حتى ماما، حتى هي كانوا كيوقعوا لها هذا الشيء. هذا شحال هادي فاش كيجيب لها بابا الراقي ولا هكا، ما كتقدرش تكمل. عمر ماما ما كملت الرقية ديالها. المهم نكمل لكم عليا انا، فاش بدا رقاني انا ومراد، جلسنا بجوج، قلنا غادي نرقيكم بجوج. صافي شد داك ليزار كما شفتوا في داك الفيديو، بنات الفيديو راه طويل بزاف، طويل ولكن راه بزاف، كاينين فيه شي التشخيص وفيه فيه حتى الرقية ماما. ديال السيح وفيه الرقية ديال العين وفيه كل شي فيه كل شيء. حنا حتى درنا لكم ايه بعض اللقطات، راه حتى اللقطة ديال ماما فاطمة زوج كانت كدير الرقية ما صورناها لكمش. ما دوزناهاش يعني. وانا فاش كانت تشد عليا الحال وداكشي، ما بغيناش ندوزوها. بنات تعي شاركنا معاكم داكشي، حيت في هذوك اللقطات ما خصهمش اصلا يدوزوا. كاين اللي كيخاف، كاين اللي غادي يضروا صح، داكشي في قلبه، وغير فهمتي؟ هادوك اللقطات اللي درنا معاكم. وبزاف ديال الناس اللي في التعليق قال لك انا ملي سمعت الرقية تزير عليا تزير قلبي عليا قلبي. وجاتني الرضا وجاتني بزاف ديال الناس. هذا تكون فيهم العين ولا غيكون فيهم الله يحفظ سحر، ولا خص ضروري بنادم لا يحس بحال هادشي هذا والطبيب ما قدالوش، خصيتي الرقية. خصو يدير الرقية. صافي البنات، المهم بدا كيرقيني، درنا الرقية انا ومراد. مراد قال لي انا حسيت براسي بحال غادي نغيب، بحال صافي غادي يغيب. انا لا، انا بدا المهم بدا الرقي كيسولني شنو الاعراض اللي كيجيوك، شنو قال لي قولي لي الاحلام اللي كتحلمي بيهم، واش كتحلمي بشي احلام خايبين، المهم كل شيء قولي ليا. صافي قلت له كل شيء اللي تنحس به. صافي ملي بدا كيدير ليا الرقية، هو كيسولها وهي كتجاوب، تقول لها واش الزوج ديالك كيبان لك في شي صورة اللي خايبة، قلت له كان شحال هادي كيبان قالت له ليا، اه. قلت له في الاول، قلت له دابا لا، قلت له دابا ما كيبانش ليا صراحة. قال لي واش كيدخل مني كيدخل للدار، قال لي واش كتزير عليك قلبك، زعما ما كتحمليهش يدخل للدار، زعما ملي كيدخل للدار واش كتبغيه زعما يكون معاك في الدار، ولا كتبغيه ديما يكون خارج؟ قلت له زعما عادي. لا ماشي عادي، انت كتبغيني نكون في الدار ما خرجتش. زعما البنات هادشي هذا زعما ما بقاش كيجيني. كان فيا شحال هادي، انا قلت لكم في الاول ديال الزواج اللي كان وقع لينا بحال دوك المشاكل وداكشي، بصح كنت كنشوفه في صوره خايبه. المهم هادشي كله قلتو له، هادشي اللي عاد قلت لكم دابا كله قلتو له. قلت له كان كيجيني شحال هادي وكل شيء باش يعرف شنو كاين، مش عارف شنو كاين، يعني باش يشخص خصني الحاله نقول له ديالنا داكشي شنو كامل كاين. اللي داز عليا من الاول، باش يعرف هذا الشيء هذا المشكل ديالو منين، واش خصني الطبيب ولا خصني الرقيه. صافي هذيك بدا كيدير لينا الرقيه. انا ديك الساعه صافي تزير عليا قلبي ديال بصح، تزير عليا قلبي ديال بصح، بحال شديتي شي كتشدي شي شديتي قلبي هكا صافي صريه، عرفتي تزير عليا قلبي بزاف. مابقيتش قادره نتنفس هكا، كنزير هكايا على المعده ديالي، جاتك حتى الرضا اجاني واقيلا، الرضه، عرفتي، وتنزير هكا على المعده ديالي، وتنحاول انني نبقى مركزه، كنحاول انني نبقى زعما مركزه مع الراقي، نبقى مركزه مع تنسمع داكشي اللي كيقراو هذا، تنحاول نبقى كنسمعو، ما نحاول زعما يمشي بالي مع شي حاجه اخرى وما نسمعش ديك الرقيه، خصني نسمع لها باش لو كانت فيها شي حاجه تمشي بحالها حيت عينه هي هذيك البنات. صافي بقى كيقرا كيقرا كيقرا، صافي الحالات كيزيدوا يتشدوا عليا.
عرفتي كنحس بشي مرات براسي بحال غادي نمشي، واخا هكاك عرفتي صبرت والله حتى صبرت ديال بصح، عرفتي صبرت كلفت على راسي وصبرت، واخا داكشي كيتشد عليا ديال بصح واحد الشان نقول لكم واحد الحاله اللي ما نتمناها حتى واحد. كان داير واحد الماء ديال الرقيه في واحد الفابو وكان كيرش بيه مره بيه مره كيرش آه. بيه باش كتوقضي معاه ملي كتقاي ترخاي تتمشي بحال هكا بحال غادي تمشي تغيبي تيرش عليك هذاك باش شويه كتولي توقضي باش توقضي. آه تتقيم زعما وكان عنده واحد التيو كيضرب فيه كيضرب به ماشي كيضرب، حيت كاين شي ناس اللي قالوا في التعاليق واش الرقيه بالضرب، ماشي الضرب، هذاك التيو كان كيضرب به بشويه بحال هكا في البلايص اللي ممكن تكون فيهم العين، كان كيضرب هنايا في جبهتها، يشوفك واش كيضرب كتقصحي ولا ما كيضرب بينات كتقصيش عينيها، كيضرب في ظهرها، يضرب هنا في الركابي، فهاديك العضله في المرفق، فهمتوا، تيضرب شويه بالصدر، في الرجل بالصدر لتحت، في الرجل تحت، يعني مرات ايه فاش شويه. ضربوا الرجل لتحت هي تزير عليه اي شويه، قال لي مرات بحال كنحس بالضو كتزنزن، قلت له راه يمكن اي حد زير عليها عليك، انا تفرحت من رجلي. قلت له يمكن اي حد يمكن كيزير لك على رجلك، يعني ما لا تقولش شي انا حاجه، زعما كنشد ويشد ويشد كنزير زير انا على على حر راسه، وجهدي، قال لي ما لا، كنحسش بداك، قال لي ما ما حسيتش حسيتش بداك داك الضرر، الحرائق ولكن ملي كان كيدير له الرقيه وكان كيبرك لي على رجلي عرفت راه شنو قال نقول لي لكم، حس بداك الحرائق بصح. حيت هو شافني انايا في واحد اللحظه ملي كان كيرقينا الرقيه ديال العين، في واحد اللحظه انا بديت كنغيب بديت كنغيب ملي بديت كنغيب راه شفتو عقل في الفيديو، جا بدا كيضرب لي على صدري، تيضرب لي على ظهري، تيضرب لي على راسي، تيضرب لي بينات عينيا. المهم في هذوك اللحظات اللي كان كيضرب لي على صدري وداك الشيء ما كنتش كنحس بشي حاجه، يعني كنقول بحال اي واحد كيضرب، فهمتي، عادي بحال اي واحد كيضرب ليه هو ديال رجليا، بديت كنحس بالضرب ديال بصح، اه هو كيضرب شويه كنحس بالحريق ديال الحريق بصح. وملي كان كيرقيني في الاول يعني كنت يلاه بدا الرقيه، انا كنت مانسيستي على فاطمه الزهراء، انا قلت راه ما فيا والو، كنت مانسيستي على فاطمه الزهراء تشوفي شنو واقع شنو فيها وشنو هذا. انا تختار رجليا كانوا ديك الساعه كيتنملوا، تنقول انا راه عادي راه غير من الجلسه، رجليا كيتنملوا من فخادي حتى للصبعان ديال رجليا كيتنملوا عليا شويه، داك التنمال بدا كيكبر، يعني كنحس بالتنمال ديال بصح بحال رجليا راكدين ولا التنمال ديال بصح شويه. ملي بديت كنغيب بدا كيضرب عليا على صدري وهود ليا رجليا، شدني من المرفق ديال رجليا، عرفتو ضربني الضو ملي شدني من المرفق ديال رجليا سيرتو اليسريه، ملي شدني من المرفق ديال رجليا اليسريه عرفتو كيضربني الضو، تما شدني بدا كيرقي حتى مبقاش كنحس بداك الضران. من تيقول لي بعد دابا البنات كتحسوا بواحد من بعد الراحة، كتحس بواحد الراحه. والله هذيك الساعه قلت لفاطمه زهر انا بعدا ارتاحيت، أنا ارتاحيت، والله الا ارتاحيت، وهي عاوتاني كنت حاس بصدرها مقبوط عليها، وجاتها الدوخه وجاتها الرده، جاوها شي اعراض صعب اللي صعيب، جاوها شي اللي كتحس زعما كتحس بالرقيه، ماشي غير جالس وكتسمع حسيت القران، آه كتحس البنات بالرقيه. حسيت بواحد الحاجة واقفة لي هنا، شي بحال روحي غادي تزهق، بحال كنحس بحال روحي غتمشي بحال غنموت هكاك، ما وقفتوش خليته يكمل، عكس ماما مسكينه ما قداتش، حيت ماما ديجا عيانه مريضه ما قداتش ما قدراتش كاع، صافي ان فوا بدا كيرقيها صافي ساخت في مره طاحت، انا تخلات مشات حسيت وجهها ولا صفر 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 بحال طاليا لو الزعفران، صافي وانا نقول هضره لهم بس مابقاتش قادره تهضر، بقات قلت لهم كتقولها بس حبس عرفتي، مابقاتش قادره ما تهضر كاع قالتوش في مره، احبس وهي بقات صافي كتقولها مشات لفاطمه الزهراء، كتقول استسلمات لها يحبس يحبس. والله. وحتى انا كنت كنقول راه لابدا للرقيه وحسيت بشي ضيق ولا شي حاجه راه نقول له حبس، حيتاش ما غاديش نقدر نكمل، ولكن لا قلت مزيان لا اللي كملتي، غتكمل يا فاطمه الزهراء هادشي هذا والله. وحتى في ماما كنقول كنت اشي انا فاش حسيت هكاك قبل ما تجي ماما دير الرقيه، كانت باقه في البيت، فاش حسيت بحال هكا قلت ماما راه ما غاديش تقدر ديرها والله، وكنت غادي نمشي عند البيت نقول لها صافي بلاش بلا ما ديريها راكي ما غاديش تقدري، خصوصا انت مريضه تتصحي وعاد ديريها فاش، ولكن ماما شاف بابا غادي يطلع له الدم، حيت بابا باغي ماما يحيد منها داك العين ويحيد منها داك الشيء، لحقاش العين حتى هي كدير الدكديكه كدير التخصيصه كتخليك ديما العين مسبوله في كتفرعك، الارض كتفرعك فهمتو. فاش هاجر اختك حتى هي حست هي بالعين، حتى هي راسها بدا كيضرها، حست بالدوخة، حست بالردة،
ضاغط مره. غير هي المشكل ديال هاجر سكتات ما هضراتش حتى مشى الراقي عاد قالت لنا راه انا راه باش حسيت. ولكن هي ما جلستش على الناس، ما جلستش على ثاني رقاها، كانت جالسه غير في البيت. هو دابا كون ماما راه مشات لتما كون قالتها لينا ملي كان راقينا حتى هي كون دارت الرقيه. سكتات دابا هي دارت واحد الديفو، بقات جالسه في البيت وكتسمع الرقيه. ملي كتسمع الرقيه حسات هي حسات براسها راسها تزير عليها، وحسات بالدوخه، وجاتها الرده وقلب تزير عليها وداك الشيء. يعني كانت هي كان خصها دير رقيه، يعني كون قالت لنا ديك الساعه كان خصها دير رقيه. حنا درنا الرقيه غير انا وفاطمه الزهراء وماما فاطمه الزهراء. ملي سالينا حنا عيطنا على نسيبتي ماما فاطمه الزهراء، جات جلسات غطاها باليزار هي وفاطمه الزهراء. قال فاطمه الزهراء جلسي حداها، غطاهم باليزار، بدا كيرقيع. ملي بدا كيرقيع غير شويه، بدا كيرقيع غير شويه، ماما فاطمه الزهراء ما كاملاش بدات كتشد فاطمه الزهراء بحال هكا وبغات تنعس. قالت لها صافي راه سخفت، راه مشيت وكل يحبس ساخت صافي. عرفتي تهضر بزاف وجهها شفتو صفار. وانا ما زعما انا ما زايماش بزاف، تخلعات عليها زعما البنات. انا ما زايماش بزاف زعما، انا راه كنحشم ما نقدرش نقول للراقي حبسوني. كيفاش الشمعة هكا؟ قلت له حبس صافي. بقيت كنفكر في والو، قلت له حبس. قال لي ما تعاطفيش معاها. قلت له لا لا ما تعيطيش فيها الراقي، لا ما تعاطفيش معاها بنتي، لا خليها تكمل. دابا المشكل دابا في الاول قال الراقي سول ماما فاطمه الزهراء قال لها واش ديجا درتي الرقيه واش هذا؟ قالت له اه راه ديجا كندير الرقيه، ما كنخليهمش يكملوا. قال لا لا كون كنت انا غنكمل. انا ما نحبسش. صدقت هو ما مكملش، صدقت هو حبس. الله يلا. لا قال لها ما خصوش يحبس، قال لها الراقي الا بداك وجاتك شي حالات ما خصوش يحبس، خصو يكمل الرقيه ديالو. قال لها شوفي، قال لها واخا تسخفي كاع غتولي تنوضي. قال لها تسخفي غتولي تفيقي ولكن الرقيه غتكمليها. المشكل هو انا ما كانش خاصني نجلس حداها، يعني انا الا جلست حدا ماما ولا شي حاجه، الا جلست حداها وشفتها في ديك الحاله راه اكيد والله ما غنخليه يكمل. يعني ما غاديش نتقبل ماما تكون بحال هكاك ولا تطيح، ولا كنقول راه يعني البنات ما غاديش نقدر نشوف ماما في ديك الحاله. وصافي قلت له حبس، فهمتوا؟ صافي هادشي اللي كاين. وقيلا طولنا عليكم الفيديو، يكون جا طويل بزاف. عاودنا لكم القصه من الاول. ولكن بالنسبه للبنات اللي غيسولوني واش حسيت بشي تحسن، والله البنات تحسن. راه باين تحسن، راه باين ليها تحسن فوجي. راه باين ليها تحسن فوجي. يعني انا راه مني شفتوني في الفيديو اللي قبل، سيروا شوفوا الفيديو اللي قبل تشوفوا وجهي كيفاش كان. راه كنت صفراء. انا كنشوف الفيديوهات ديالي كنبقى نقول ياه واش هادي انا. غير هي واحد النصائح نصحنا بهم الراقي، خصنا نقولوها لكم، ولكن يا ربي نقدوا اليوم. نصحنا بالصلاه في وقتها، الفجر. قال لي الفجر ما يطلعش الشمس في وقتها، الصلاه في وقتها. قال لي اذكار الصباح والمساء واذكار النوم، قال لي هادو ثلاثه ضروريين. قال لي ما تسمعوش الغنى وما تفرجوش في المسلسلات. قال لي حيت ملي كتسمعوا الغنى وكتفرجوا المسلسلات كتفتحوا مجال للشياطين انهم يدخلوا بيناتكم وانهم يوسوسوا لكم، كتولي ساهل انك تصاب بالسحر وتصاب بالماس وتصاب بزاف ديال الحاجات. ما كتكونش محمي، يعني هادشي اللي كاين. وصافي المهم كنتمنى حتى نتوما تكونوا استفدتوا بعدا شي حاجه، وكاع البنات اللي كيحسوا بحال هكا حيت صيفطوا لي بزاف البنات في الانستغرام. كنقدر اللي قدرت نجاوبو راه جاوبتو، اللي ما قدرتش نجاوبو سمحوا لي بزاف والله، حيت كانوا بزاف ديال البنات اللي صيفطوا لي في انستغرام وقالوا لي فاطمه زهراء حنا كنحسوا بنفس الحالات اللي عندك. وهذا يعني الا كنتو كتحسوا بدوك الحالات وما قداش الطبيب، يعني مشيتو للطبيب وجريتو، راه داك الشيء كيكون بعض المرات اما ماس اما سحر اما ما نعرف، يعني تتكون شي حاجه اخرى من غير يعني اللي ما غاديش ينفع فيها، غادي ينفع فيها الراقي اكثر، فهمتوا؟ واحد يعني مساله اخرى، راه الرقاق راه ماشي كاملين بحال، راه حنا جربنا شحال من راقي. راه جربنا شحال من راقي، راقي فاش كطيح في شي راقي اللي مزيان اللي مزيان. وكاين شي ناس اللي تيقول خصك تمشي عند الراقي الفلاني اللي عنده عنده مكتب وعنده بيرو وعنده مقر، داكشي هادوك تيقول لك فلوسهم حرام، ولا تيقول لك ما خصكش تمشي عند هادوك. وبزاف الناس اللي سولوك على الراقي على النمره ديالو راه خلاها لكم في صندوق الوصف، ومن الاحسن كان خصو يخليها في الاول تعليق حسن، حيت كاين اللي ما تيبغيش. صافي دابا نخليو له النمره في اول تعليق، في اول تعليق باش لا بغا شي واحد هكا. يعني هذا مزيان، يعني مادام بنادم حنا استفدنا منه، حتى نتوما نبغيوكم ملي هكا مريض مسكين، اللي مريضه مسكينه ولا شي حاجه ان شاء الله يكون خير. هو ما كيتشرطش زعما يقول لك عطيني قد وقد، داكشي اللي عطيتيه له اللي عطيتيه تبارك الله، اللي جبتيها من جيبك ومكلتيها له
تشوفوا فيها في بسم الخير الله غير هو والبركة. الانسان راكم عارف ملي كيدي بلاصه من مدينه لمدينه خصك تهلا فيه شويه. او صافي الناس مهم، كنتمنى عرفت نكونوا شفت مزاره كتشوف الدقائق عرفت راه وصلت انا دابا 40 دقيقه تبقى عرفت نقول ولي 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 تبقى تقول ولي ولي بركه ولي بركه انا بركه دابا مرات كنعطيكم صافي. ايوا صافي البنات يلاه السلام عليكم البنات، سكت تقول لكم سلامه. السلام عليكم البنات، كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا كان خفيف ظريف عليكم، وتكونوا نكون بعد عاودت لكم القصه من الاول، نكون عاودت لكم المشاكل اللي دوزتها يعني من الاول حتى لحد الان، يعني راه هذا الشيء هذا من الاول باقي مأثر عليا لحد الساعه، ولكن احنا دابا نزيدو الحمد لله نطولو تاني في الفيديو وبلاتي بركة. نكمل ليهم. يعني دابا الحمد لله بخير مزيان، مني درت الرقيه ديالي الحمد لله مزيانه دابا صافي. في ناس بركه عليا، السلام عليكم، راني لا بقيت بحال هكا ما نسالي وصل غدا. سلامه.